الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ورغي خطب الدين ما توحي كساب سنتهي أسبابها كان غوب يغانتا أما أبارها إلهي سبحانه وتعالى حكمة دي سوحاي كان ستي إنو أدومها وامتحامه كو امتحانه مغبواقو مغنو كو امتحانه مخاو حويا برايوين إلهي سبحانه وتعالى إسغا يا روبك كينا أسبابا بضن ومخايا دومه غيما دانا سبب تيدا واوكم منعيا أسبابها وحاو قواوين يعني أبارها سببا منع آداء الزكاة إن زكاة لبحين وايو ومخا وحوينا طومها إن أقضان كو إلهي سبحانه وتعالى إسكي إلاوي كو دعايا معاصي دا نوعية دا ذكرة دوان سيدة الدلخة ظلمها زنة غبضة خامغة يلا روشي وحيابها الأغمارة الذنوب تواوينا رسول كان عليه الصلاة والسلام حوري ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا رسول عليه الصلاة والسلام حوري قم زكاة مالكو من منعيان ومبحين وايان إلا إله سبحانه وتعالى وحاو كحبسا لبعض صمدا بمعنى أبارا يلقوا صلدا أدانا إما يردان كنا تشير لهم لمبا وغابيت با نبي قولي صلى الله عليه وسلم وغاليال دنوب توافى ربضتا يما عاصدا وانتشاهتا وحي سبب نقطا إن أطوامها مخا وحويان غابها غقيا غيو وأبارا قو صلدو إن بركتا غقاضو إن أرسا قد مخا لقو عريريو دم بقرياتا أما قرياتا صحابة رسول صلى الله عليه وسلم أي خلافين غزوة أحد أياما كهزيمة دوري نقطي أولو تبيي أولو قرستي حاد أمارين سامخا حويا الدنوبتا يمعاصدا أي آدم ويمخا قرعيان الله حوري سقعنا قوار ما يقزوة أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إلهي سبحانه وتعالى وحوك قوام يا آية غزوة أحد رسوله عليه الصلاة والسلام تدبات صحابي أيا ومخاو بوطة وصاري ووكوري الديان قوري سنو يا ديغن قوري استبه أكسو دادقينها خاسي تشوغة ما خيا يا خان رسول صلى الله عليه وسلم او ما خا وحويا غوريستي او ما خا تشبي مشركيتي ايا ما خا صحابتي اي كسو ددغ قا خميدا ما خا سا وحويا خالد بن وريد وها خا وما خا كسو غلي ما خا سا مسلميتي بدكوغي رتشبي اي الا تطباتن صحابي اي كو شهيدين او ما خا دغا خا اي كو غيريودن ما خاسا وحيد هذا مصيبة ذن هجيبا نوقت مد ما خاسا إلى وحور قل هو من عند أنفسكم إلى سبحانه وتعالى وحوت المامية معصية بأخذ عن سبب هذا إما خاو حويان أن روت شبيه أما خاو حويان صحابة بذن أيق الشهيدين ولا غير ما خاسط معصية أي فربضته ابن آدم كان رشا يقوات خانسة الله حوري جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بد يبر بوحا كسو ظاهر فسهادك ووحيا بها الشقين ين آدمه ذنوبتي معاصدة بأفر صدى ولا يلزبن كينا ذنوبتي معاصدة آدي آدي مخاوح ويان انتشاطي
بل وحال غيابا قفك إن مخامو بيه كيسي أي وقصوكشو وحاولي مجاهد أو كم إذا مفسرين تا مخو آيات فسر آيو بايمتيا ما يران كوا حي نعذر بوري كوا مخا بني آدم كا معصية دلائمت عصاة بني آدم وحاولي هذا سببتينا أيالا نوغا منعيي غابك سمضا غنوغا إمالها لبعضي سمضا نوغا إمالها معصية آدم يقول غتي مادان أيال مخا وحويان سبب النقطين غابك مخا وحويان لحبسو أباري أجدادو مخا وحي نعذر بوري كوا مخا دنوبتي معاصي دسمي الله جل وعلا نوحو ليهي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير مصيبة إنكم ما تعظوا إني ما أصيبته إلا ووحي كعمين وأشقستان ويريبين تيرا إنك عرفي إلي إنك عرفنا أيو أيا كبا ذنب إلهي سبحانه وتعالى وترمام أيا سرفك وحلق سوريين إلهدين ما نزل براء إلا بذنب وما غفع إلا بالتوبة برايو الدنيا كما سودكتو أبار ميمادان حنون ميمادان إلا ذنب سبب تيسا أي ريمادين إلهينا سبحانه وتعالى وحوك قاضى توبضى يمخى استغفارتا يا إلهي أو سبحانه وتعالى لو نقضو ولا ريال أبارها ما انتقى عبنايو حنون ظهر استفافايا أين مخا وحوية مقرينو وحكرا سبب وما سببها وقوة وين ووحايا ذمك شقينا يعني الدنوبة معاصدة يمخا عصيانك ربي العاصنا يو أيا مخا سببه سيلاي سبحانه وتعالى ونقبت بادي مصيبينك الدنيا دي آخربة وإن إلهي أنقنا عباد الله إلهي أولكريه يو إلهي سبحانه وتعالى قعب صدو إلهي الله رابطه الله توبت كانو استغفارته الله فربضيه دعاء الله بضيه ذكرك إلهي يحسك إلهي الله فربضيه وأسبابه وقوة وين إن رشين ورغيه هكاتنا سببنا ونقنا إن إلهي سبحانه وتعالى سمضى نوفره نبي الله نوح أيا قوم كيسي لهذريه مخسوح لي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا سادة تدور ريال وإن نكد ذلنا مخا توبضا يا استغفارتا سيله سبحانه وتعالى ومخا وحويا مدخا ونغشبه إلهي وحي نكبرينا أبارا ذكبر الشيغي إن إلهي سبحانه وتعالى سمضى وينوفره إلهي سمضى ينوفره إلهي مضى خير قبع وبركة سمضى ينوركينه إلهي أبارتا إنك سوچبيو اللهم إنك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم إنك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أقثنا اللهم أقثنا اللهم أقثنا اللهم أقثنا غيثا مغيثا هنيئا مهنيئا اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا وبما فعل السفهاء منا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا وأصلح له بطانته يا رب العالمين اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.